تعالوا معنا بهالاجواء الحلوه مدينه طول كرم اليوم لنشوف بيروس وين. بيروس في كل بيت ولا استغنى عنه. تعالوا معنا في الاجواء من وراء الكاميرا طبعا ابو زغلول مني انا منتصر عناني وايضا معنا كمان خباب الاسمر. تعالوا معنا بهالاجواء لنشوف مين. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني نشوف. روح تعال تعال. ايش يا معن؟ كيفك؟ الحمد لله تمام. شو اخبارك؟ الحمد لله نحمد الله. يعطيكم العافيه. احنا اليوم مع بيروس يا جماعه. بيروس احنا بنحكي عن عالم منظفات غسيل بزيل البقع بطريقه رهيبه جدا من تركيا الى فلسطين، ودائما عنوانكم بيروس. راح تلاقوه بالمولات والسوبر ماركتات موجود كامل وعبوات متعدده، لكن زي ما قلنا لكم بزيل البقع. ليش؟ لانه ثلاث انزيمات مشتركه مباشره بزيل البقع. معن، بما انك رياضي بدي اسالك سؤال بتجاوب عليه بنعطيك هديتك. سؤال هو كله خفيف مش صعب، يعني مش صعبها يعني. سؤال، بما انك رياضي انت شو المركز اللي بتحبه دائما في الملعب؟ مركزك مهاجم على الشمال. انا بعرف انه في المركز بس قصدي انه شو اسمه اللي هو وسط الشمال. مهاجم وسط الشمال. طيب سؤال كمان، مين هو اللاعب الذي اطلق عليه اللاعب الجوهرة السوداء بما انك ابو سمرة؟ بليه. عطول بعرفوا بعض. معروف يعني بليه. هذه جرب هالمرة عليك الغسل مش على المرة. خلص نجرب يعني. نجرب طيب. شو بتقول لبيروس؟ يعني اول شيء نتمنى له بالتوفيق ان شاء الله، واحنا راح نجربه وان شاء الله انه يكون ضمن مواصفات عالمية ويكون عند حسن ظن الجميع. يزيل البقع سريعا ورائحته معطرة دائمة، وزي ما قلت لك في منه بودرة وفي جيل كمان، بس عن جد بيروس لا استغناء عنه في بيتك يا سيدي ان شاء الله. لا هسا مش بيتك، بيته، لانه هو اللي بده يغسل. اكيد ان شاء الله. هسا انا يعني اذا جربته راح اعتمده بشكل رسمي. اشكرك اشكرك اشكرك. خير. شو اخبارك؟ الحمد لله. شايفك زعلان يا زلمه. لا يا زلمه في شيء مستاهل للزعل. هذا بروح على الحج. هاي بدك تروح على الحج؟ يا سلام، معناته اللي بده على الحج اكيد في غسيل كثير صح؟ بده يغسل أكيد. اكيد. اليوم في عندنا بيروس، شركه رائده في عالم الغسيل ايش؟ المميز البودره والجل. طيب هذا بيروس معطر بدوم وبعدين ناعم على الاواعي كمان. طيب ابو ايش انت؟ ابو احمد. ابو احمد من وين ابو احمد؟ بيت ليك. بيت ليد. مع بيروس نسألك سؤال واحد، شايف من بيت ليد يا عيني يا عيني، عندما تتلاقى بيت ليد مع بيروس يا جماعة. سؤالي طيب، ما هو بما أنك بدك تروح على الحج، طيب على ماذا يطلق الحج الأصغر؟ بما أنك بدك تروح على الحج على ماذا يطلق الحج الأصغر؟ عايش في خيارات هي فيش خيارات بس سؤال. أنت قبل ما تروح على الحج الواحد شو يعمل؟ روح وين؟ على العمرة، على الشغلات. الحج الأصغر شو؟ العمرة. الحج الأصغر هو العمرة. أعطيني هذا من بيروس، جربه، موجود في السوبر ماركتات والمولات، بس يزيل البقع ورائحة معطر مميز. وخلي المرة إحنا اليوم مع بيروس، شركة منظفات الغسيل المميز، يعني مسحوك الغسيل لا استغناء عنه. أول شيء يدوم رائحته ل 150 يوم، معطر، روائح متعددة، بالإضافة يزيل البقع سريعا، واللي بيختلف عن التنين وثلاث أنزيمات مشتركة بسرعة دائما يزيل البقع. حية في فلسطين شو يطلق عليها؟ حية يعني مشهورة. شو اسم حية إيش مختصة في فلسطين؟ هي بقولوا له احنا بسمع فيها حية فلسطين بس اسمها بالضبط إيش بعرف. حية فلسطين شو مالها؟ المرقطة. 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 هاي هديتك بس بشرط. هدية هاي بنعطيك إياها بشرط الغسل عليك مش على المرة. أكيد. خلاص. خلاص. طيب شكرا لك. إحنا مع بيروس. ما جربتوش أكيد. جربتيه ولا جربتوش؟ لا لا. طيب هذا مسحوق غسيل جل أو بودرة، بس هذا 150 يوم بتضلها رائحته موجودة صيفي أو شتوي، وبعدين بيزيل البقع بسرعة. طيب يا جماعة الخير، لما بنحكي عن بيروس بنحكي عن عالم مسحوق مميز مختلف. ماشي. أنا أم الشهيد عبد معارك دبار. أهلا فيكي، الله يرحم شهدائنا وشافي جرحانا، وإن شاء الله العقبة للأسرى إن شاء الله يخرجوا منها سجن يا رب، وتتغير الأحوال ويدوم الفرح عنا يا رب. نسألك سؤال
خفيف تخفيش خفيف وراح نربحك من غصب عنا كمان يعني. تسلم تسلم. طيب شو على ماذا يطلق الذهب الأسود؟ على إيش معروف ذهب إنه شو اسمه ممتاز؟ لا 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 يطلق عليه الذهب الأسود. شو موجود بالخليج وبالسعودية مليان شو اسمه؟ بس الأصلي براميل. براميل شو يسموه؟ نفطة. النفط. النفط يطلق عليه إيش؟ الذهب الأسود من كثر ما فيه مصاري. طيب هاي مبروك عليك من بير. شو بتقولي لهم؟ الله يبارك فيهم وإن شاء الله ربي خليكي خليكي ويفتحهم وبوجههم يا رب يا الله. وجربيه راح ترجعي له كمان إن شاء الله ورد إن شاء الله أكون للناس كلها أخرى إن شاء الله. شكرا لكم فادي. خليكي عندك. شو أخبارك؟ أهلين الحمد لله الله يرضى عليك. تمام. الحمد لله. إيش؟ منير. ام منير ان شاء الله بضلك منيره يا رب بهالدنيا يا رب. الله يسعدك ويخليك. طيب سؤالي سؤالي انت بتغسلي دائما؟ اي ما حدا بغسل كده. مش ملحقين مش ملحقين صغار اولاد ابنك. يوم بعد يوم غسيل يوم بعد يوم غسيل. طيب هلا احنا في عندنا مسحوق اسمه بيروس. هذا البيروس بيعمل لك غسلات كتير. شغلة تانية يزيل البقع سريعا. طيب. بالإضافة كمان إنه إيش ريحته معطر وتستمر وتستمر. طيب منجربه مش غلط طبعا بتجربيه ولما تجربيه راح تلاقي كل يوم كل ما بدك بتروح بتقولي بدي بيروس لأنه مميز. منجيبه ومنستعمله على طول إن شاء الله. أنا نفسي يا جماعة في البيت أخذته وجربته شو طلع سوبر. أنا ما بحكي لكم سوبر عن تجربي عشان هيك أنا بحكي عنه لأنه أنا جربته أولا عليه وبس. طيب منير إحنا مع فيروس يا جماعة. إن شاء الله غشش. طيب. أغششك شغلي. اسمعي. سؤال بدي تعطيني أسماء خمس مدن في فلسطين. كيف صعب؟ يلا. تور شريب. لم خيام. نور الشمس. لا لا. مدن الهبات. مدن مدن مدن. نابلس. نابلس. تور شريب. رام الله. رام الله. بيت لحم. طيرة. الخليل. بيت لحم الخليل والطير خليل كل جنين والمكان طيب. منير هاي هذولا من بيروس. شو بتكون لبيروس فيها كل الخير والله يخليها ويزيدها بزيادة يا ربي. احنا مع بيروس مسحوق غسيل. سهل مش صعب السؤال وحتى لو صعب انا بسهل لك يا بغشك. يلا كيف انا معك؟ يلا طيب وفاء صحيح. طيب احنا هذا فيروس يزيل البقع سريعا من تركيا الى فلسطين كمان معطل لفتره طويله اكثر من 150 يوم بالاضافه انه انزيمات مشتركه يزيل البقع سريعا وانا بحكي لك اياها عن تجربه انا جربته اول واحد عشان اطلع في البرنامج يا جماعه. فشيء سوبر موجود في كل المحلات والسوبر ماركتات. سؤالي احكي لنا أسماء خمس مخيمات في لبنان. صبرا وشتيلة. هلا صعبة هذه. لا هي زي الرشيدية. يلا. عين الحلوة. صحيح. والرشيدية. والرشيدية. هي أنت غششتني. النبطية. النبطية. النبطية مش مخيم. 100% على فكرة صبرا وشتيلة كل واحد لحال كمان. والله. خلاص هي تنين يعني. أي ستي طيب أنا أقول لك ممتازين. كيف أنا معك؟ الله يرضى عليك. عادي من غشش صح؟ إحنا مش رمضان ما إحنا. طيب هسا هاي ما حضرتك هدية بس بشرط. أي تفضل. هاي وجبة الغسيل أنت بدك تغسلها. خلص وجبة. شو بتقول لبيروس؟ يا سيدي شكرا لكم بارك الله فيكم إن شاء الله إنه بنصير زباين عندهم إن شاء الله. إن شاء الله بتجربوا عن جد فيروس رائع. إن شاء الله. شكرا لك. إذا مشاهدينا متابعينا بنكون هيك وصلنا معكم في نهاية جولتنا اليوم مع فيروس. ولما بنقول لك على فيروس يا ست البيت لا استغناء عنه لأنه فيروس يزول البقع سريعا بالإضافة حكينا لكم روائح معطرة مستمرة وكمان مش بس هيك كمان الكميات سريعة بتأخذ وجبات كثير كمان ورائحته الدائمة التي تدوم. ولا تنسوا فيروس من تركيا إلى فلسطين ودائما يا سعد فيروس يدخل لبيتك إيش؟ يدخل إلى بيتك السعادة. فعشان هيك خليكم مع فيروس وجربوه موجود في كل المولات والسوبر ماركتات في الوطن. فعشان هيك خلي عينكم على فيروس.